السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج على المكشوف. حيا الله كل مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في وأيضا برنامج على المكشوف. مشاهدينا، اليوم حلقتنا ما تخص منطقة ولا تخص فئة معينة، اليوم حلقتنا تخص تقريبا 3.5 مليون عراقي. إذا فرضنا أنه كل واحد منهم يعيل عائلة من 5 نفرات، يعني يصير مجموع المشمولين بحلقة اليوم تقريبا 17 مليون عراقي. اليوم حلقتنا عن المتقاعدين. نفتح موضوع المتقاعدين، وبنفس الوقت احنا مهمومين لان نشوف ناس ما تستحق تاخذ اضعاف رواتب المتقاعدين. كانوا نواب واعضاء مجلس حكم يخدم له شهرين بالدولة وياخذ مبالغ توصل 20 مليون بالشهر، والمتقاعد يحرق شمعة عمره بخدمة الحكومة، ينطوه فلسان ويمنون عليه. بكل دول العالم قوت الناس خط أحمر، إلا بالعراق يجون يتلاعبون بأموال الناس ورواتبهم يومية، ويومية مطلعين حجة حتى يقطعون الرواتب. ولكم استحوا، إذا ما تستحون من الله فعلى الأقل استحوا من الناس. البارحة شفنا مديرة مؤسسة الشهداء رايحة للحج للمرة 15، وعايفة الناس معاملاتها واقفة منتظرين خارج مباني الدوائر بدرجة 50 مئوية وبالشمس. أي مسؤول حكومي يقبل أذية الناس ما يستحي، والمثل يقول إن لم تستحي فافعل ما شئت وحسبنا الله ونعم الوكيل. عن هموم المتقاعدين، ضيفنا اليوم الأستاذ مهدي العيسى رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد كل مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في وبرنامج عن مكشوف، واليوم حلقتنا تخص شريحة المتقاعدين بالبلد. أرقامنا ظاهرة أو راح تظهر أسفل الشاشة، وأيضا نستقبل اتصالاتكم، وممكن أنه أيضا نقرأ تعليقاتكم على البث المباشر على صفحة برنامج عن مكشوف على الفيسبوك، وأيضا قناة دبليو تي في الصفحة الرسمية لقناتنا أيضا على فيسبوك. ضيفنا اليوم الأستاذ مهدي العيسى رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، حياك الله أستاذ. يا أهلا وسهلا، أهلا بك، وسعيدين جدا بوجودك اليوم ويانا بحلقتنا. بداية أستاذ مهدي، شنو أبرز أو شنو أكثر مشاكل المتقاعدين؟ يعني يقف في مقدمة هموم المتقاعدين هو تدني الراتب التقاعدي. اليوم الراتب التقاعدي للمتقاعدين لمعظم المتقاعدين لا يكاد يكفي حتى لأسبوعين. نعم. وهذا طبعا بالتأكيد لما يظلم أو لما يعاني المتقاعد وهو في خريف العمر، هذه فد مثلبة كبيرة على أصحاب القرار اللي المفروض تتحرك ضمائرهم وتتحرك حتى يشوفون الأب والأم والأخت الكبيرة وهم يعانون من جملة من الأمراض المزمنة. هم قدموا ما قدموه للعراق، قدموا زهرة شبابهم، قدموا كل عمرهم المنتج من أجل بناء صرح الوطن الغالي اللي قدموا الغالي والنفيس من أجله. اليوم هم يفترض أن يقابلون بالإحسان والعرفان لهذا الدور الكبير، مثل ما يجري العمل به في معظم دول العالم اللي تحترم إنسانها. لكن على العكس من ذلك تماما في عراقنا، وللأسف أقولها، المتقاعد يعاني مو فقط بس من شظف العيش، لا، يعاني من جملة أشياء من ضمنها المراجعات ومن ضمنها الحصول على الحق. وأقول بصراحة إنه أي حق
قد يعني حصل عليها المتقاعد، حتى في حالة حصوله فيجري حصوله بطريقة الإذلال. نعم. يعني بالمقابل احنا سيد الكريم احنا نشوف ناس ممكن خدموا كم شهر بالدولة بالحكم رواتبهم تتوصل ل 20 مليون بالإضافة إلى تقاعد البرلمانيين اللي أربع سنين هو كبرلماني بمجلس النواب العراقي يأخذ تقاعد 8 ملايين إضافة للحمايات والامتيازات والجواز الدبلوماسي. بالمقابل مواطن يخدم البلد من 20 أو 30 أو حتى 40 سنة، بالتالي فقط الراتب الاسمي يشيلون من عندك كل المخصصات، يشيلون من عندك كل الامتيازات وينطوا بس الراتب التقاعدي. ليش هذه المفارقة؟ يعني هسه مو بس هذه، يعني هسه لو اكو البعض من الاخوة النواب لو هسه ذا ما تفيد لا تضر، اكرمنا بسكوتك مثل ما يقول المثل الشعبي. هسه جاي تلاعبون باعصاب المتقاعدين. اليوم طالع لي واحد يقول وزير الماليه او هيئه التقاعد تقول احنا ما عندنا امكانيه اكثر من 500 ألف دينار. خلي نكون صريحين وخلي يسمع من يسمع، لا تستغفلون المتقاعدين او تستغفلون الناس. الراتب الحد الادنى للراتب التقاعدي مو 400، 400 الى 460، يعني تمخض الجبل فولد فارا، يعني 460. انت هاي الصبر هالسنين شاد الأحزمة على البطون، ده تطي 40 ألف دينار، لا خفت عليكم، والله لا خفت عليكم ولا الأربعين مالتكم. وانتو فعلا هذا التصريح يعني فعلا أثار غضب واستياء الكثير منها. انت أيها النائب، من اللي مداز عليك حتى تصرح بيش تصريح؟ عيب عيب. انت قاعد تعيش بحياة رفاهية وحياة كذا وتتقاضى الملايين وعندك الخدم والحشم والسيارات والرواتب الفلكية، واليوم انت تقول دائرة التقاعد والمالية غير قادرة على زيادة رواتب المتقاعدين. نعم. اكثر من 40 ألف دينار، يعني 500 اكثر. طيب. من العفو من 40 ألف دينار. طيب. والله يعني انا اقول، انا مع احترام اللي اقول، يعني خلي يكون اذا ما يخجل من رب العالمين، خليه يخجل من ضميره اذا اكو مع الاسف. سيد الكريم خلينا ناخذ اتصال. الو، من ويانا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ستكلم طبعا مشكوره دائما سباقه بعرض القضايا المهمه بالبلد. شكرا لك. شكرا. انا حبيت اشارك برنامج حضرتك بخصوص المتقاعدين لو تسمحي لي. تفضل. اكيد. طبعا اكو نقطتين حبيت اثيرهن واعرف برنامج حضرتك يجوز ضيق وقته. النقطه الاولى اني اسال سؤال، لو نقارن المدرس او المهندس او الاعلامي او الصحفي او اي شخص اللي قضى من حياته 50 سنة او اكثر بالعمل ويخدم هذا البلد ويبني به، وبالتالي ينتهي بالمطاف متقاعد راتبه ملاليم على قول اخواننا المصريين. في حين لو نعرض نقارنه بشخص ترشح دوره برلمانيه واخذ 4 سنوات من عمره قضاها سفرات وفادات وكذا وكذا، وحضرتك عارفه سيد العارفين من الموضوع. نعم. وياخذ راتب تقاعدي عشرات الاضعاف من راتب هذا اللي بنى ساهم ببناء البلد. يعني هذا ظلم كبير. يعني تلك قسمة ضيزة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا كنت أسافر برا عدة مرات، سافرت برا، طبعاً ألاحظ للمتقاعد هناك إلى أولوية واهتمام كلش كبير. يعني هناك ينطونا باج صغير إلى خصومات، المترو يركبه مجاناً. نعم. خصومات بالطائرة، خصومات بالمستشفى، خصومات حتى بالعيادة، يعني مثلاً إذا راح عيادة خاصة من يقدم هوية المتقاعد لأن يوضحون فكرة للمواطنين برا إنه المتقاعد صاحب فضل عليك. نعم. يا انت يا موظف الجديد او يا شاب، هذا المتقاعد ساهم ببناء هذا البلد اللي انت عايش فيه. احنا ما اعرف ليش بلدنا بالعراق سبحان الله نهين الخبرات العلميه، نهين الكفاءات، ونرجع على اقدس شريحه بالمجتمع، شريحه المتقاعدين اللي فضلهم واحنا هسه جالس نستخدم ما بنوهم واحنا عايشين به، واحنا ان شاء الله مثل ما يقولون زرعوا فحصدنا ونزرع فيحصدون، احنا من طريقنا يجوز بعدين نسلمها لاجيال بعدنا. اعتقد اني السبب الرئيس في استهداف هاي الشريحه المناضله اللي ساهمت ببناء البلد هو طبعا
لا يقل على الارهاب الذي يمارس ضد المواطنين الابرياء، نفس الارهاب نفس الارهاب اللي يمارس ضد الطبقات الاخرى من المجتمع، هذا اللي جاي يصير واللي حافظ حقهم هو ارهاب من النوع الاول. طيب. وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. استاذ مهدي، سمعنا راي الاخ المتصل قال انه بالدول الاخرى انه المتقاعد تكون البلد كله يعامله معامله خاصه، معاملة تختلف عن البقية كونه صاحب فضل على المواطنين الأصغر منه عمراً، وصاحب فضل على البلد اللي هو خدمه من نقول من 20 إلى 50 سنة من حياته قضاها بخدمة هذا البلد. رحنا لدائرة التقاعد وشفنا، تعرف إحنا كل عائلة بها متقاعد، شفنا بعيننا الإذلال اللي دا يتعرض إلى كبار السن والصعوبات، واصعد درج وانزل درج وروح بالحر وتعال بالحر، وهو يا دوب يقدر اصلا يوقف على رجليه، اللي يعاني من امراض مزمنه، اللي اجلكم الله يسترعي حالته الصحيه انه يرتدي حفاظ، انه يكون كلش كبير بالعمر، اللي يعاني من امراض القلب او الضغط او السكر، ماكو مراعاه لهم، ويودوه لدائره ويجيبوه لطابق وينزلوه سابع ارض. كله على رجليه ولازم هو اللي يحضر، لازم مو شخص ينوب عنه. ليش هذه التعقيدات وليش هاي الصعوبات اللي دخلوها امام كبار السن؟ يعني فعلا اكو تعامل، اكو تعامل مو صحيح، واني خاصه باللحظه يعني قبل عده ايام راجعتنا وحده باعتبارنا احنا مسؤولين عن هموم المتقاعدين ومتابعه شغلاتهم ويا الجهات الرسميه. نعم. على اتصالت بدائره التقاعد، يعني هي خطيه مصابه بامراض من ضمنها امراض يعني ما تعيقها من الحركه، ارتفاع مفاجئ وانخفاض بضغط الدم. فاتصلت بهم قلت لهم يابا، وهي هنا قلت لهم يعني رتبوا شغلتها، ودوها الكركوك ورجعوها من كركوك ورجعوها، يا بدا شويه هذه 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 مريضه غير قادره على الحركه، وهاي باي وما عندها معين وما عندها احد يعينها، يا بدا بلكي شويه تساعدوها. تقول رحت لهناك قاموا يستهزئون ويضحكون علي. انا حقيقه هاي لازم اشوف رئيس هيئه التقاعد واحكي وياه على موضوع هذه، لانه الانسان حتى من احنا ندزه، احنا ممثلينه واحنا جمعيه مجازب وموجب نمارس اعمالنا بموجب احكام الدستور، وعندها مجازه رسميا من دائره المنظمات التابعه للامانه العامه لمجلس الوزراء، من حقنا ان نتابع هموم المتقاعدين وين ما احنا ندسها حتى تستهزئون. انا هذه اول مره وفعلا انا انتظر رئيس هيئه التقاعد يجي واطرح له الموضوع بمعناها، وهذه يعني بمعنى يا فلانه ترى كل حتى المنظمات المجتمع المدني وهذا ما تفيدك، اللي احنا نقوله هو اللي يمشي، هذا مو صحيح. هذا انا حقيقه يعني صار الموضوع بهالشكل هذا، لا مو حلو ابدا. هذه وحده. استاذ مهدي، خلينا ناخذ اتصال ويانا السيد فرحان رجل متقاعد. حياك الله سيد الكريم. السلام عليكم. حياك الله وعليكم السلام. انا عامله بالنسبه لي يعني انا عميد طبيب اسنان. نعم. عميد طبيب اسنان، انا عندي خدمه عسكريه 31 سنه. نعم. في بعد السقوط حولونا من العسكرية على المدني، فصار داومت لنا بين 10 سنوات. نعم. طلع التقاعد بال 2013. هسه العسكريين احنا بالنسبة لنا ما ينطونا مكافأة مال مقدمة هاي الخدمة مال العسكريين اللي انا خدمة معه 30 سنة. نعم. يعني لا المدني انطونا ولا العسكري انطونا، هسه اذا نحاول غير العسكري يقول لك انت حولت على المدني، المدني احنا بالنسبه لنا مو كبر، احنا غير ما طلبونا واحتاجينا كاطباء موجودين بوزاره الصحه، فطلعت قاعد 2013، انا هسه بالنسبه لي طالب بالمكافاه الخدمه العسكريه اللي عندي 31 سنه. طيب شكرا لاتصالك سيد الكريم. استاذ مهدي، هاي المشكله اللي يعانون منها اغلب الرجال المتقاعدين اللي حولوه من الخدمة العسكرية للخدمة المدنية،
لا هو محصل المدنية ولا هو محصل العسكرية ولا هم اصلا جامعي لسنين الخدمة كلها بين المدني والعسكري ومنطي راتب تقاعدي يليق بسنين الخدمة اللي هو قدمها. لا هو هسه يقصد مكافأة نهاية الخدمة. هو كان عسكري. نعم. وبعدين حولوه لوظيفة مدنية. نعم. يعني هاي اشكاليه هي مع الاسف هذه يعني يفترض قاعد يناقشوها هسه قاعد يناقشوها هي وشغله الاسرى وشغله الكذا قيد النقاش هذا الموضوع انتم حولتوني انا اصلا نعم. اصلا عسكري هذه هسه قيد النقاش واعتقد راح يوصلون الى نتيجه بها حاليا هسه راح ياخذون نقاش ويا من ما بين هيئه التقاعد والدائره القانونيه بوزاره الماليه وإذا ما توصلوا إلى نتيجة راح يحيلوها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يبتون بها يجي القرار يجي الأمر بها وينطوهم هذا هو الوضع الحالي لهذه القضية. طيب أكو أحاديث لبعض الأكاديميين أكدوا أن القانون الحالي رقم 9 لسنة 2014 يهتم بجانب واحد من الموظف وهو تحديد ما يتقاضاه بعد الإحالة إلى التقاعد من الراتب بموجب معيار الرواتب الأخيرة وعدد السنين والشهادة التي يحملها المتقاعدون بمعنى أن لا حقوق للمتقاعد سوى الراتب التقاعدي حتى وإن كان مقدار خدمته الوظيفية 50 سنة. لا هو هسه قبل قانون التقاعد رقم 9 كان أكو قانون اسمه رقم 27. نعم. هذا قانون سيء بشكل سيء بمعنى الكلمة. يعني اجى تعديل على هذا هو نفسه 27 اجى التعديل اكثر سوءا من نفس القانون فصارت مطالبات وصارت تظاهرات والتظاهرات اللي قادت الجمعية العراقية للمتقاعدين 2011 و12 و13 و14 الى ان تحقق قانون الى الشرع قانون رقم 9 هذا قانون 9 بالمقارنة مع قانون 27 لا يعتبر نقلة نوعية هذا خلينا نكون واقعيين مع أنه بي فجوات وأهم الفجوة وأهم شيء بي أهم مثلبة بي هو عنصر التمييز نعم. ميز ما بين اللي طالعين قبل أو بعد تنفيذ نفاذ القانون لكن من نجي نشوف إيجابياته هو ما قبل كان القانون 27 أو قانون 33 يحال على التقاعد بحيث يكون نسبة سقف الاستحقاق القانوني هو 80% بقانون رقم 9 صار 100% هذه 20% زادت هذا واحد اثنين ايضا اضيفت مخصصات غلاء معيشة بمقدار 1% عن كل سنة خدمة بغض النظر عن كذا اذا عندك 50 سنة عندك 50% ثلاثة اضيفت مخصصات الشهادة يعني شهادة 5 دبلوم 5% 10% بكالوريوس 15% ماجستير الدكتوراه 20% هذه ثلاثة ذني لكن مثلا شنو الحيف اللي يلحق خطية الحيف اللي يلحق باللي رواتبهم أقل من 400 يعني من يعني 400 فما دون هذول ما شملوا بكل ليش؟ المخصصات ليش؟ احنا بالاتفاق ويا كنا ويا مجلس النواب نعم كان على اساس الحد الادنى احنا ردنا 500 هاي بعام 2014 قالوا احنا 500 ما هسه بالوقت الحاضر نسوي 400 الحد الادنى قلنا الحد الادنى 400 يضاف لها غلاء معيشه ويضاف لها كذا نعم اخذنا على حين غره بالتصويت حقيقة انبقنا بوقه بالتصويت ايش قالوا؟ قالوا الحد الادنى يكون 400 بضمنها غلاء معيشة وبهاي الكلمة حرموا اكثر من 60 الى 70% من المتقاعدين من غلاء المعيشة ومن الشهادة ليش؟ لانه يقول كان راتبه بقانون 27 مثلا 200,000 دينار ضاف للشهادة وضاف للهذا ما وصل 400,000 بلغوا لل 400 انطوا سوى 400 لكن هذا مو هو اتفاقنا بغض النظر 200 300 كان راتبه يكون الحد الادنى 400 ورا ال 400 ينضاف له وهي هاي الخلل اللي ابو ال 50 ساوى ابو ال 50 سنه
اللي راتب 400 وابو 15 سنه، وهاي مثلبه من مثالب القانون. هذه وحده من ضمن المثالب، انه مكافأة نهاية الخدمة، اللي طالع بعد القانون ياخذ واللي قبل القانون ما ياخذ، وهذا هذا هذا تمييز صارخ بحق المتقاعدين. نعم. هذول لو العفو لو تسمحي لي، هذا التمييز مرفوض بالمادة 14 من الدستور، مو هالشكل اللي نعم. تنص على تنص المتقاعدون متساوون امام القانون دون تمييز، هذا تمييز. زين، اكو نص اخر بالمادة 13 يقول اي نص يتقاطع مع احد نصوص الدستور يعتبر نص باطل. اذا هذا نص باطل انت شلون مشيته؟ شلون مشى بالهذا؟ يعني هاي الامور. نقطة اخرى، يعني نعم. اكو ناس انظلموا، مثلا تاخذين المدرسين اللي طلعوا، مو انت هسه هاي اللي قلت هاي حقوق استحقاقات قانونية نعم. يعني انحرموا منها. هذا طلع ب 2006 و 2007 كان مسكن. يعني طلع تقاعد بال 2007، يعني قبل 2008 او يعني من طلع ب 2008 بقى على تسكينه وراتبه قليل. هذا زميله اللي بنفس خدمته ونفس مؤهله العلمي طلع برا بال 2010 رفعوا التسكين عنه، صار الفارق ما بين الاثنين وهم يحملون نفس الشهاده ونفس عدد سنوات الخدمه، هذا مثلا 750 وهذا 1.5 مليون. هي هاي العدد، هذا نقول عليه التمييز. احنا نبهنا عليه وقلنا يا جماعه هذا تمييز، شنو هذا ذنبه؟ شنو فرق ما بين اثنين؟ واحد ياخذ 750 وواحد. ولذلك طالبنا بالتعديلات هاي الجديده، ان ما يسري على اللي محالين للتقاعد بعد نفاذ القانون رقم 9 على اللي طالعين قبله، وهذا حتى يلغي التمييز. طيب. ويعالج كل هاي الامور. طيب. احنا عندنا اراء لمواطنين، خلينا نتابعها سويا ونكمل حلقتنا. كرامة، ويجب أن الحكومة تقدم له الخدمات مثل ما هو كان في عز شبابه قدم الخدمات إلى الدولة، وهذا حق مشروع من حقوق المواطن. والمتقاعد إنه رجل كبير ويجب أن يعيش بعز وكرامة، لأنه في إنه خريف عمره يجب أن تكون هنالك رعاية كاملة، رعاية أن يعيش بهذه العزية وهذه الكرامة، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها بهذا الاتجاه. فلهذه المظاهرات هي مطالبة بالحقوق لرفع مستوى المعاش للمتقاعدين، لأنهم أصبحوا الآن في حكم بأن دور الشيخوخة والأمراض وكذا، فأدنى الرواتب هذه ضئيلة جدا ولا تكفي لمعيشتهم والعيش بعزة. فعلى الدولة أن تراعي هذه الشريحة، لأنهم خدموا الدولة، ومثل ما خدموا الدولة يجب أنهم يخدمون في نهاية عمرهم. فلهذا ظهر المتقاعدون مطالبة بحقوقهم، وهذه حقوق مشروعة، فيجب على الدولة توفير لهم الرعاية الكاملة والعيش بالعز والاحترام، لكي يكون ميسورا في وطنه وفي بلده. لأن هذا المتقاعد هو الذي قدم وضحى كثيرا، وأنه هذه الشمعة الذي حرقت نفسها من أجل البلد. فيجب على البلد والوطن أن يقوم برعايته واحترامه ليكون عزيزا مكرما. طالب الحكومة العراقية ورئيس الوزراء ومجلس النواب والرؤساء الثلاثة عليهم أن ينتبهوا إلى المواطن العراقي، هو الذي ثبتهم في هذه المنابر، وهو الذي ثبتهم في المناصب الحكومية، وهو الذي جعلهم مسؤولين أمام انظار. هل يتناسى عضو مجلس النواب بأنه خادم لمصلحة المواطن العراقي؟ الجواب لا، أصبح اليوم إمبراطوري، والمواطن أصبح اليوم عبد مطيع له، فهذا غلط، هاي معاكسة. المثل الشعبي يقول احضر الحليم إذا غضب. اكو انتفاضه كبيره جدا الايام القادمه على الحكومه العراقيه باكمل، لان اصبحت اليوم حقوق المواطن العراقي مسيفه من قبل الحكومه العراقيه الى بعض الجهات. اليوم اصبح اقليم كردستان يكتسب حقوق متكامله من حصه النفط العراقي، والمواطن اليوم الراتب التقاعد مالته مقصوص. لو وقت 3 دقائق 4 دقائق اكو مثل شعبي يقول له يسال الشيخ يقول له اذا جاف اللحم شنو دواه؟ يقول له الملح. زين، قال له اذا جاف الملح يعني بعد هو شنو المساله الان الدوله؟ احنا نجي على نص دستوري من رئيس الجمهوريه الى الرئاسات الثلاثه مثل ما يسموهم النواب والوزراء، هم خارقين الدستور خارق واضح للماده مالته اللي تقول النفط والغاز والثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي ويوزع بالتساوي، مو تمام لو لا؟
زين هل انه هذا ثروات؟ احنا بلد ريعي، احنا مو بلد مثلا منتج صناعي، احنا نعتمد على النفط، والنفط هو ملك الشعب، سواء المواطن البسيط او المسؤول، يتوزع بالتساوي على المواطنين، كل واحد ياخذ استحقاق. هسه التعليم صار بفلوس، وتروح تراجع مركز صحي بفلوس، فيمكن قبل كان اكو مجانا ويقول لك يابا هاي خدمات لك، او كهرباء لك يعطوك وتدعمها الدوله. هسه لا بطاقه تومينيه ولا كهرباء ولا تعليم ولا صحه، كله صار بفلوس. اذا هاي اموال النفط انا كمواطن وين حقي بها؟ طبعا الشارع العراقي يعج بالمظاهرات وبالمتظاهرين في كل المحافظات، هناك تظاهرات لكافه الفعاليات وكافه شرائح المجتمع العراقي، هناك تظاهرات المتقاعدين، وهناك تظاهرات للخريجين، وهناك اصحاب الشهادات العليا، وهناك اصحاب المهن الصحيه، كل المحافظات العراقيه تعج بالمتظاهرين، وهذه ليست المره الاولى. طبعا اكيد هؤلاء الناس هم مظلومون، وكذلك يعني شريحه المتقاعدين الذين يعني حصلوا اصابهم الظلم، يعني اكثر الشرائح هي اصابهم الظلم من جراء هذه الحكومه، لكن مع الاسف يعني لا نرى هناك اي استجابه من قبل الحكومه، ولا كان هناك توجد حكومه او يوجد رئيس وزراء يتابع هذه المظاهرات وياتي ليقول ما هي المطالب وماذا تريدون وماذا تحتاجون. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذه آراء المواطنين. أستاذ مهدي، شفت آراء المواطنين حول موضوع التقاعد؟ الكل يقول احنا متجاهلين، الكل يتجاهل انه احنا شو نريد، ومن باب التجاهل اللي صار انه هيئة التقاعد حست انه هي محققة انجاز كبير، انه من شهر حزيران الماضي انه حاولت استلام الرواتب بدل من كل شهر، يعني يستلم المتقاعد حتى يكون مبلغ يعني ممكن انه يفيده، انه مبلغ كبير كل شهرين، حاولوا انه يستلم كل شهر بدون ما ياخذون رأي المواطنين أو المتقاعدين بهذا الموضوع. شنو رأيك بهذا الموضوع اللي صار؟ العفو، قبل أن أجيبها لأنه انقطع الموضوع، أكو فد مسألة كلش مهمة. نعم. أول مرة من ناحية إنسانية ومن ناحية قانونية حول موضوع التمييز. اليوم إحنا نشوف الجرحى والمعوقين من الجيش السابق، اليوم تشوفين اكو تمييز ما بينهم وبين جرحى ومعاقين ضحايا الارهاب. شلون التمييز؟ ليش؟ هسه اقول لك، يعني مثلا هسه هذول ياخذون 460، اللي عنده بتر ساقين اثنين، اللي عنده يعني اللي ما يتحرك، اللي غير قادر، اللي نسبه العجز 100% ياخذ 460 لغايه ال 65%. هذول. نعم. بينما ضحايا الارهاب هسه اجيك من الاخير، من 50 الى 72% ياخذ 800,000 دينار. شوف الفرق ما بين هذا بس نسبه العجز، ينطوه 800,000 دينار، ومن 73 الى 100% ينطوه 1,200,000، وهذا اللي مبتوره ساقينه ومبتوره كذا ياخذ 460. زين هذا قادر على العمل؟ زين هذا تمييز او مو تمييز؟ وانت زين برايك يعني ليش هاي امور التمييز دا تصير؟ دا تصير ليش؟ يعني شنو القصد؟ انه هو كبير بالسن وخلاص ما محتاج مبلغ معين، ولا تمييز بسبب الحكومات، ولا سطوه احزاب، ولا شنو الموضوع؟ والله انا اعتقد بها جنبه سياسيه الموضوع، مو خالي على اعتبار هسه احنا قاتل من غير قاتل، خلينا نقول اشترك بحرب. هسه اليوم العراق اذا يشترك بحرب قابل الخاطر رئيس الجمهوريه، هذا عراق من زمن نور سعيد، من زمن الملكيه ولحد الان حكومات تتعاقب بس الجيش باقي. هذا من يدعي داعي الحرب يروح يقاتل؟ هسه مو تعرفون الاساليب اللي يستخدمها النظام السابق. اكو واحد ما يقدر يروح؟ انت ليش تتعامل وياه بهالشكل؟ تتعطيه 460
وهذا اذا بانفجار، اذا بكذا ضحايا ارهاب، احنا وياهم، احنا بالعافيه نقول عليهم، لكن ساوي ذولا بيهم. هذا تعطيه 460 وهذا تعطيه 1,200,000، هذا تحس بالنفس، تخليه يحس انه حتى روح المواطنه يعني مزروعه من عندما. ولذلك احنا بالتعديل ايضا قلنا مساواه اللي المعاقين وجرحى الجيش السابق مع ضحايا الارهاب وضحايا هذول. طيب الضحايا اللي موجودين مالها الوقت. طيب موضوع انه الاستقطاعات اللي كل مالها تزيد من رواتب المتقاعدين، بعض الاراء المتقاعدين من سالناهم على موضوع انه تحويل الراتب من كل شهرين الى كل شهر استلموه، يقولون قمنا ما نحس بالاستقطاعات وش قد يستقطعون من عندنا، انه الموضوع انه رواتبنا ما لا يقل عن 300,000 تتم منها استقطاعات، الكل ما يعرف ليش هذا الاستقطاع، ليش تصير؟ ست العفو، خلينا انا معروف بصراحتي. نعم. اللي احكي واللي علي احكي. تمام. موضوع الراتب التقاعدي، اولا لشحته، يعني راتب شحيح كل شهرين ياخذ له 750 او 780، هذا اذا ما عنده سلفه، هذا شو يسوي؟ يعني يصرفه باسبوعين ثلاثة اسابيع وظل شهر ونص هو ما كل شيء ما عنده. فارادوا انه يكون من ضمن المطالب مالتهم ان يكون الراتب شهري، فالراتب الشهري المتقاعد على الاقل يقول اني من ينتهي راتبي ورا ثلاثة اسابيع ورا هالشكل اقدر اصبر نفسي، اقدر هذا، مو مثل ما انا ابقى شهر ونص ما عندي. فهذه من جهة الشهر. اما الاستقطاعات اللي تصير مع الاسف انه هسه وخاصة هذا الشهر، هذا الشهر، وهم ارجع واقول اغلبهم جاية من مصرف الرشيد. نعم. جاي 200 تصير استقطاع 200، واحد 400 راتبه و18 اجى 18 راتبه، هاي ليش هذا؟ احنا نريد نسأل ليش؟ وهذا كلها تصير بالرشيد، نادرا ما تكون بالرافدين، يعني نادرا ما تكون، ليش هذا الاستقطاع؟ ومنين يجي؟ وعن طريق البطاقة الذكية، عن طريق البطاقة الذكية اللي اسمها ماستر كارد، واحنا صار خلاف على مود الماستر كارد، قلنا يا جماعة دا تروح الرقم السري هذا دا تنسرق كثير من رواتب المتقاعدين. إذا واحد يعرف الرقم السري والهذا، وحتى قدمنا فعلا يعني اليوم إذا أكو مثلا مسن يعني غير قادر عن الدفاع عن حقوقه وغير قادر على الدفاع عن نفسه، فعلا شفنا حالات كثيرة انه اولادهم يعني الاولاد يعني العاقين نقدر نقول او اللي مسؤول عن رعايته نلاقي ده يستغل هذا المتقاعد باخذ راتبه لانه يعرف الرمز السري، او حتى انه اذا بصمة يجبر المتقاعد انه ياخذ راتبه. منو يحمي المتقاعد؟ لا العفو، البصمة احنا اشتغلنا بالبصمة من 2008. نعم. طلعت هذه الكي كارد، طلعت نعم. بطاقة الكي كارد على البصمة، الكي كارد من 2008 ولغاية هذا اليوم هذه الساعة ما شفنا راتب انسرق حتى لو ياخذ البطاقة، ليش؟ لان بيها بصمة. هاي البصمة مستحيل اذا 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 مو بصمته ما تطلع البطاقه. ما ادري شو على غفله اجا وسووا رقم سري وسووا كذا وهذا، وقامت منافسات تصير وقامت تصير كذا وسرقات صارت. نعم. احنا حتى قدمنا على ضوها استغاثه للجنه الماليه وبانه يبقون على البصمه، لانه البصمه انا عرفتها تعريف كل جميل، قلت البصمه هي عباره عن حارس على جيب كل متقاعد تحميه من السرقة، حارس أمين على جيب كل متقاعد تحميه من السرقة، وإلا رقم السري هو مواليده، كله صار على مواليده، والبطاقة موجودة عند أي واحد يأخذها وما يثبتون من اللي دا يصير. هذه شغلة. هسه اليوم دا يشتكون، اجوا متقاعدين هواية يقولون احنا
بالهذه شو يسمونها البطاقه الثانيه الماستر كارد الماستر مال الرشيد ما اعرف شو اسمها. نعم. يقولون واحد يقول انقطع مني 200 ما اعرف مال شهرين، واحد يقول 418 راتبي جاتني بس 18. ليش هذه الحكي؟ ليش هذه ما كانت تصير قبل؟ احنا هذه يجب ان نوضع لها حد. احنا من رفعنا استغاثه الى مجلس النواب اللجنه القانونيه الحقيقه مشكوره استجابت الاستغاثه وابقت على البصمه، لانه صدقيني لو البصمه مقررين ارادوا جماعه ارادوا مجموعه معينه لهم اهداف وهذا ان تلغى البصمه من اجل أن انا ما ارد اسمي بالاسم لكنه نعم. لهم اهداف الهدف منها هذا المتقاعد لكان نص رواتب المتقاعدين هسه مسروقه. وين يروح المتقاعد اذا انسرق راتبه؟ وين يروح؟ طيب هو هذا انا كان سؤالي. اليوم المتقاعد اكو جهات معنية بحماية المتقاعد من الكل، من أهله، من الآخرين، من الدوائر، من السرقات، من الاعتداءات. أكو أحد دا يحمي المتقاعد؟ العفو ستنا العزيزة، يعني المتقاعد أكو جهات مخولة تدافع عنه، جهات مخولة تدافع عنه. مثلا الجمعية العراقية للمتقاعدين، من يجي المتقاعد يشكي يقول هذا الموظف ساومني على أنه كذا كذا، يلا يخلص معاملتي. احنا مباشرة نروح على رئيس هيئة التقاعد نقول له يا استاذ ترى اكو هالشكل وهالحالات وهالحالات وهاي لازم. فهذه احنا نتابعها باستمرار، هذه حماية منها. لكن المتقاعد اللي هو يروح برجله ينطل للمعقب او غيره، احنا نرفض المعقب وضد قلنا له انت بيدك تاخذها، اذا تعطلت تقول السبب شنو تساله. ويمك اكو مقابلات كل ثلاثه مقابلات دا يسويها رئيس هيئة التقاعد، وروح اطرح له مشكلتك. ليش تخاف؟ احنا اذا نظل بالخوف هذه مو صحيح هذه. واذا ما تقدر تعال قل لنا، احنا نروح نقول له انت ما جاي يعني تاخذ راتب صدقه ولا متفضل عليك لا الدوله ولا الحكومه ولا التقاعد ولا الماليه. هذه من توقيفاتك التقاعديه اللي انت تم استقطاعها من راتبك طيلة فترة سنين خدمتك. اي انت ليش ما تعال قول واحنا والله نوقف. واذا التقاعد ما صار نروح للمالية، واذا المالية ما صارت نروح للأمانة العامة نشتكي نقدم شكوى. يعني احنا هذه احنا موجودة الجهات اللي تدافع، لكنه ما يخالف. احنا مرات انا مثل ما قلت لك قبل قليل، مرات للأسف احنا من 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 مرات اتصال يصير هاتفي يابا ترى هذا خطيه مظلوم وهالشكل، ليش تدعونا ان نجيكم وهذا وصار وهذا. احدى النساء تقول لما رحت قام يضحكون علي يستهزئون خلوني ابكي. اليوم عراقيه تذرف دموع بسبب هذه ما يصير. طيب طيب استاذ مهدي، يعني موضوع اللي دائما مع هيئة التقاعد الوطنية تصدر إعلانها على موقعها الرسمي على الفيسبوك، دائما ما يكون لإطلاق رواتب المتقاعدين يوم الخميس الساعة 12 الظهر. بعد المتقاعد ما يلحق يروح للمصرف يستلم، يضطر يروح للمكاتب الأخرى المنافذ لاستلام راتبه، وينجبر أنه يدفع الاستقطاعات للمكتب اللي هي تقريبا لكل مليون 3000 أو أكثر، توصل للخمس آلاف. ليش هذا الموضوع؟ هل معقولة أنه أكو اتفاق بين المكاتب؟ راس ديها حقيقة. هي هذه تكررت في أغلب الأحيان، يعني تتوزع، يعني تنطلق الرواتب مثلا الأربعاء بالليل، الخميس يعني هذا بس الساعة بالكذا أو ماكو إشارة. نعم. حتى يصير الاستلام خميس وجمعة وسبت عطلة، شو يسوي المتقاعد؟ يضطر يروح لأبو المنفذ. نعم. يضطر مضطر اضطرارا. بس المفروض هاي وحدة.
وأنا أيضا ترى أناشد، يعني أناشد وبشدة أقول لما سويتوا راتب شهري المفروض يوم واحد بالشهر الراتب المتقاعد مستلم، لأنه راتبه قليل مالت هذا الراتب الفات، هذا الراتب المضى هسه اللي بيه احنا اللي استلموه، يعني يوم 4-5 يلا وزعوه، اذا 35 يوم المتقاعد يظل على 400,000 دينار، يعني هذا مو صحيح، هذا اذا خلي يراعون الله يراعون انت ما جاوبت. هل هناك اتفاق بين هيئه التقاعد والمنافذ والمصارف انه تكون بهذه الاليه؟ هي ترهم رهمت بهالشكل، عجبا اكو اتفاق، انا ما اقدر اذا ما اتاكد بهذا، مرات يوم الاثنين يوم الاحد يسوي، بس هي يعني مصادفة تصير اكثر الاحيان يوم الاربعاء يوم الخميس. اي هسه شو يسوي المتقاعد؟ اربع خميس نص دوام ينتهي ماكو له اشاره، دائما يروحون للمصارف يقول له اشاره ماكو، ما جت اشاره، ما اعرف شنو الموضوع. هذا يضطر خميس ماكو، جمعه عطله وسبت عطله، يوم الاحد طيب. يضطر يروح ما عنده يضطر يروح له بالمنفذ حتى ياخذ عموله. الاستاذ مهدي العيسى، شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم ببرنامج على المكشوف، ونعرف احنا الاسبوع الجاي اسبوع عيد، فنحب نقول لك ايضا كل عام وانت بألف خير. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله احنا نتمنى ونتأمل من مجلس الوزراء انه ياخذ وضع المتقاعدين بنظر الاعتبار، وانا اقولها مع علمي انه مع انه انا اعرف اخوه شخصيا، احنا شخصيا نعرفه للسيد رئيس الوزراء، بس مع ذلك احنا هي موضوع عام مو موضوع خاص، نعرفه كعائله ما اقصد هذا، بس نعم. احنا نريد موضوع عام يجب انه يلتفتون للمتقاعدين. اليوم المتقاعد قدمنا يعني قدمنا مقترحات، وهاي المقترحات قانونا وإنسانيا وكذا هي تماما تنصف المتقاعد وما تشكل في الثقل كبير على المتقاعدين. احنا بغض النظر عن المطالب اللي واحد يقول 1.5 مليون وواحد يقول كذا، احنا مو مشكلة، احنا نريد المتقاعد يعيش في محبوحة ويعيش بوضع كل جيد، وايامكم سعيدة وعيد المبارك على اخوان واخوات المتقاعدين والمتقاعدات وعلى كل شريف وطني في هذا الوطن. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. لجنابك الكريم الأستاذ مهدي العيسى رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين ولكل العراقيين بكل مكان ولكل الأمة الإسلامية، ينعاد عليكم إن شاء الله بالخيرات والبركات وبسلام يعم الأوطان جميعها ويعم بلدنا العراق إن شاء الله. إحنا راح نستأنف برنامج على المكشوف يعني بكيف المدير احتمال وراء العيد. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعة، نتمنى لكم عطلة سعيدة في أمان الله.